لا 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 مقومات الحياة ما ها انت نسود ولا بينو قبصرين هذا ما ملحي نكود دقينا وحل لنا مقومات الحياة بنا هنا ماء الحياة به دتك كنا ولا لها بس عبدين كتيرة لكن مع الأسف وين ديبي قرن لنا يقولون نفط وكسي بحيسه إننا وين ديبي قرن لنا إن دتك وش رحنه ماء الحياة قعنتي نكتيرة بل إيه دينا جيبتيني كوها جاكين كرويني مرات كقاون تاين دتك ما ورن كريستك حرقات marka qofku waxa loo baahan yahay inuu marka uu garsoore laga dhigo ama haakim laga dhigo inuu kitaabki Ilaahay uu ku xukumo haddana waxaynu fariin u fareynaa nimanka Jabuuti isugu yimid ee yiri Soomaali baynu dowlad u sameeyneynaa adduunyada horta wax yar baa idin ka dhiman badankiina odayaal baa tihiin kulli ajradin la gaarsiiyay jacayl Allah wax yar baa adduunyada idin ka dhiman qaar fara badanna waxaaba laga yaabaa iyagoo shirka Jabuuti u soo socda inay dhinteen baba dhici karto idinkana si waxa laga yaabaa markaad wax ku heshiisaan haddaabaad ku heshiisaan haddaabaad ku heshiisaan alle subhanahu wa ta'ala idin mannac bee idinku ha isku dirina oo isku dirku waa maxay waa idinkoo yidhaahda allah haddaan raacno مرايك ما نوع روني الله هدان راعنو إتوبيا ما نوع روني الله هدان راعنو شريعة من نقان قرب عينك إلى هذا شريعة من نقان نقو الله الله راعي كتاب كيسي وحلق الحكومة معنى هذا مكرم إسان ووذاددو هايد الحكومين وحا إلى هيري قد أتيت سؤلك يا موسى وحاد ويدي استوالك سيي موسى هو آدوا فجاء أنا نيدو آدوا فجاء محاجرة ولا الكس وحوديه أمر آد وعظيمة أو حوديه مال وين أو أنقفك تجار كرن أو آه إنه إلى هاي رسالة سسيو سيدو سيو لكن قفك أو أنا وحبك الأوجين وعن علم ذا هاي رجع دوار ميتك ودوانا ها هذا الدنيا دانا اللي وينيك بطن وانا ولي بو وينيك كور الدنيا دانا ولي بو وينيك كور وهدي حتى قف حتى دماني وانا سي ويني يا قف مركو دماني لكن رنتي إن لو او يما قف مركو الدنيا دانا مركو إلهي كتير سنية وعمل صالح أو سمايني او ما انت مركز عمل كيسا صلاحي الدنيا دانا كتكتان كذا إن لو او يما هي وعين لو او يب مدن قفك ادو يدن كدك تكايت يقول كدك تي كاسا او من لو او يب مدن لما شديس كاسا ان لو او يب مدن لا 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 بسم الله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد وشروينه لبي لبعتنار ورضا إسلامي جا اسكندنفيانكا مقالة استوكول مع وردنكا سويدن بكاد عيا محاضرة دي لبعض يمالينتي كواد ويه عوانكا محاضرة وحن نقونا يا التفكر في آيات الله الكونية لشيخ إنو آخرين يرتقانان العلامة الشيخ محمد عبد أمل فليتفضل مشكورا مأجورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الله ومهد سكالي تبارك وتعالى توفيق ذا يوافج انت نعم وينك فراها بضن يالا تركوبي كرين ويقول لهم من سنتهي يقول قال سنتهي نعم ذا إيمانك يا إسلام ماذا تاسو الله تبارك وتعالى وسيو كليا دومدي سئنت وتشعليه دورتي انت كلا وسنشعلينا إلهي كقدي تبارك وتعالى وحكى قدسن سيدا نعموينك كلا فرح بدني الدنيا كوا سو الله تبارك وتعالى وكل حيسي دتك ونعبيهي يا دتك وتشعليهي نعم هذا مرك قيمة هي قالقة قيمة كفر لذيئات قالقة وأه وأن هذا الدين تي إيمانك إسلام نعم هذا وي الله مرك نعم هذا إنه قلني بحي قوة كلا الدنيا دنا وحو إنه قرية إنه قدر إنه قسي الله سام هذا إيمان لما أنت إسكاله إنت كذب عنوانك محاضرته سيدا الله الشيخ بوحوي التفكر في آيات الله الكونية تصمع عليها هذه إن لقى فكره أما لقى فكره آياتك الله تبارك وتعالى وأبو ري كونك يا الله أنت سي وأرمتي آدي آد مهمة قرآنك كريم كنا وآد إنه باقي إنه آياتك أفير صنع دروس تأي عبرك كل تشيرانا إنه كلبحنا آيات دمك وحل إلى هذا الآيات وجمع آية آياتنا وحل إلى هذا لقد عربك العلامة والإمارة وأستان إي علامات شيء كستوء علامات أما أستان آية اللي إلى هذا قرآن كوحو استعمالي كلمة آية لابو استعمالي وحل إلى هذا الآيات الشرعية آياتها قرآن ك أما الآيات التنزيلية آياتها إلهي سودة شيء وقرآن كريم كاكمدة والغم العبا آيات والله سيدة الله تبارك وتعالى تلك آيات نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك آيات الكتاب مرك آيات دو حلقة وضع بمعنى وقيب قرآن كاكمدة تاور الله استعمالها معناها اللواد الله استعبالنا وحويان والآية الكونية القدرية إلهي مخلوقات كي سوء أبوري إيش أنه قوانيس إن أركينه هي وحي أن أركينه بإسوك الشراء وعلامته إيه أستاموي وحينا علامته إيه هنا كتصيان اللي هي أبورتي تبارك وتعالى شريتان كيسة إيه أوديس وفي كل آية له آية تدل على أنه واحد شيء والبوحة كم مقضى على مدى أستان كتوسيس إنه قال له أبو رطيء مدية ووحل بيئة ونسنشر مركا مخلوقات كأردن وحي إلهي أبو رطيء أردن إنه كم إنه كو قر إنه جتشرة كو غص إنه جتشرة نمان تود وآيات آيات كامركا له أبورتي كتصية وحال إلى هذا آيات كوني آلية أيوة مركا لك قصو عيو آيات كتنزيلية آيات كإلهي سودي كي قرآن كا بان لك قصو عيو مركا لليه الآيات الكونية وآيات إلهي مخلوق يسيا أبور كيسا وكتصية أما تصمد حيني كواصل آيات بالله
سيد القرآن الكريم كما لك من ربي كتب الله تبارك وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب سماوات كي يبنلك أبوري ستوضل أبوري يهوين كي يمانك استوامريا افتينك يمكتك مركو متقام مثل بوس كي سسوبو حيني أرنتا سيوحا كسوغا لآيات على مضوء يأستامو يأيو سوغيهين لأولي الألباب ضدك عقل قوذية قرشد في يوله وحكم ذا قول الله تبارك وتعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون إلهي على مديه سواوين وحكم ذا حبيبك إيا مالنت قل رحبا إيا ضيع وعلى مضوء له أبورتك كتصيه marka qorraxda ha u sujuudina bayxana ha u sujuudina ee waxa uu sujuudan allahii abuurtay hada tiin ku isaga caabuday marka makhluuqaatkan ilaahay abuuray dhamaantood aayado way waa calaamado ku tusaya allahii abuurtay dhanka marka aayad bay ka yahay taana waa lagu magacaabaa waxa kale aayada lagu magacaabaa oo halka iyagana soo galaya ayatul anbiya إلهي الرسول يا أنبياء الصادري قارب إلهي وحسيي معجزين كتصية إن الرون شيء وإلهي كحوتشي أيقول وآيات بقران كيطلق لكن قيبت أنضم بيسوهز قليه آيات كمكة وحال إلى هذا آيات كونية بمعنى منصوبة إلى الكون إلهي أبور كيسة بلوتيري وآيات إلهي أبور كيسة آياتنا إلهي بسودتي وهذا الكيسي وأبور ما قرآنك وكلام الله وإلهي هذا الكيسي وألا سودتي لكن إساقه الله مخلوق معه قواس آياتنا وآياتك إلهي أوحو أبوري يا مخلوقات كيسكو إيمانيا وكوا وحل إلى هذا الآيات الكونية لإلى هذا بمعنى النسبة إلى الكون وأبورك إيا أهيسين تألقوا أهيسيه تبارك وتعالى وحامرك هل كان سوق لي سماواتك يقولك يا واحد نحدو ذي الله أنت أقول حيسة يعني مخلوقات كذا تدو ذا الصفات كذا أحواش وذا كلا كديسن هي لها صدر وآيات كونية لنا آيات كسياس درادة بروح الله قيمك على الله قيود آيات كونية آيات تنزيلية هذا واحد من قرني آيات ك محل جوضة التفكر لأن وحكي كون تهاي عنوان كمحاضرة وحكي كوني هاي تفكر هي آيات آيات كيف فهمني كوني جينا فهمني تفكر على جوضة تفكر كواحد اللي دا مقصود كوي هاي ويعني وظيفة العقل وعمله بالإله يعني بين آدم كحبنه يسا إلهي السيئي حبن والبشاق قولي بولي مثلا عربك شقديس وهضل قعنت شقديد مثلا وبطشك أما اللمسك وتابشده أما قبشده لقت الشقديد وحل إلى هذا المشي صعب بل إلى هذا الشقديد قبط إيش مثلا شقديد قبط وحل إلى هذا النظر أو البصر وأرق في روي لقت مثلا شقديد قبط وحل إلى السمع بل إلى مقل بلنا عقلك بين آدم كإلهي السيئ الشقديد سنة وتفكر وعقلك عمل كيسة يوضي فديسية الشقة أو قبطان لإله هذا التفكر أما التفكير لإله هذا بمعنى إن أفكره وأطلوحه وأرقرقه وأدل إستاغه ووحك لصبح مركا مركا سيدا أفهمه بمعنى وحي نقول إيسا مركا إن عقلك كشق يسيسه وأد كجش قيسيسو إلهي مخلوقات كيسة هي عجائب تكجرت إلهي سيدو أبو ري سيو أبو ريهين كوه دصري كوه يعني هوسي كوه كولنون أذيك الله فهان تادا إن إلهي أبو ركيسة تبارك وتعالى وحا كجرت عجائب أن لتركوه بكري وتحار فيها العقول يعني وحي عقل كوه ريري يمرك الدنبي يعني وحي
إلهي تبارك وتعالى سيدو إسو ساري يسيدو أها قاتشي يسيدو أربي أبسي يسيدو أو قغلي يسيدو أو يالان يحالده هذا كالقدسان مركات أفير سطو يعني وحويان عقلي قاقا وح بضنبا ماشاسي دروس سفر بضن إعبار بضنبا مركات لبحية عقلي قو وآلذا إلهي تبارك وتعالى وبن آدم كوخصي صي أما قولي كقلقي ووحو كيقدي سيئ هاي إن بضن أو كم ده نولها كلا إلهي أبوري حيواناتك وكيقدي سيئ وإلهي تبارك وتعالى عقل أوسي جهاز كان يألدا عقلك وبن آدم كوحوك لصاري وحوك لصوعي وكيقدي سيئ حوله وحو كيقدي سيئ حيواناتك وحو كيقدي سيئ جمادات كي يمن نوله وحو كيقدي سيئ إلهي كيقفض إلى مخلوقات آذو فربضن إلهي كيقفض إلى تبارك وتعالى وحبين كاسي بين آدم كإلهي سيئ تبارك وتعالى شقضا إنه كوقبتنا والله قلتنا قلي سيئس برادية بالرب تبارك وتعالى عقلك أو إنا سيئي أو إنا كيقدي إنا كيقصوعي إنا كيقفض إلى مخلوقات فربضا شقوين كيسا قومين سوحا كمدا إن أينو إلهي آيات كيسا كفيرنا وأينو كفكرنا وأينو كبوحنا وأن دروسك إلى صباح آيات آدو فربضان وقرآن كامل أبا معناها سي كهال ليه وإلهي تبارك وتعالى إنه قبرارو تشينيا مثلا إنبال وحال إن ليه هاي آيات آياتها قرآن كإلهي سودكي أفير صدا وعقل جينا كروح أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته والكتاب كان إذن يالا إذ أخرين هيسان إذن نحي يالا آيات كي سطلوحة وعقل جينا كبير عن ديرية ووحا كتشري أسرارتي سالله صباح والي نودر إياه وحالي نودر إياه سوى كلا آيات كالربي كونك إشا أنه قبل إيسو سمدنا أمر لن إليه فيريا سيئو تعالو ممكن سيد اللوغ قبلي بورها الله صار صاري ودول صارن يسيو يلا هذين كان إيمانين تن إسبدلي يتشدول كان أمرنا إسدوامر إن يسوء صعد بيحن يقرح ذا وريقي إذن كان نفتي نادق الله فعانت هذا صادو عبو رمت يتشير كان يسوء صاري عنصر كان روح ذا كبتشرة ومخلوقات آيات ودا عجائب أول كوا إيجا أبا مرنا الله ينودر يا وحل ليه أفير صدق قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا وحد كنت رأى نبي محمد وحد إذن كوانين يا هل أرنا هل أرنا بأن من كوانين يا إنا استاكتان إذن كو مد مد أم الله واللواء إنا استاكتو إلهي درتين استاكتو كذب الحلقة وليس ثم تتفكروا إنا تفكرتان كلمة أنت تقولوا بعض بالفكر مسكح هذه عقل يا كل شقيسي إذن كون لواء أو هل كبضا مركب فكر كاسي يا إني إنه بقات شنو مسكح ذي مي عقل جينا ولا ندري يا مرو حال ندري يا أو لين بركف أوفير صدا إلهي نعم كيس أو إذن سي يسوي يا لا أبو رستا وحيل لنا أبو ري مراحش أن صامرني meeshaad hadda marayso meeshaad ku sii socoto nicamka ilaahay ku siiyay xoolaha caruurta caafimaadka kuwa la u fiirsan ugu leey mar waxa la ino dirayaa inaynu u fiirsano ka fikirno ilaahay tabaaraka wa taaala nabiyadu soo diray iyo anbiyaadii iyo rusushii iyo qowmkoodii ay u yimaadeen oo meeshaasi taariikh dheer oo caalamku soo maray iyo duruuso ku jira leena leeyahay u fiirsada حاليا سو بلادي رسوشي وهو الرئي إلهي صدره محايل لكل مين سيئ الله قابلي يجي يددكو دي محاق لحمري نتيجة دي محايل كدن بيسي دروس بحالك على جلس وبحيا وحاكا صبحيا مسألة آدو قيمة بضانو اللي يدهدو سنة الله الكونية قانون كوني وإلهي أدونك كما منو بحالك كاقا صبحيا مركو حلوية بالوفرسة أدونك محو صامري تاريخ دي سي قصص كقرآن كورمي بمر لنا ليه أوفير صدق مروا علينا ليه هاي بل أدون كان يا آخرهم أوفير صدق لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة
تنا هذا كله شيء يتصاص أتبل إزجرب لي وبل كفكرة تاني محي تهاي تصاص أتمحي تهاي معي كل في عين معي كل يين يا محل ليه مركا مسك أحدك الشقيسي تاسع إن بدل القرآن الكريم كإله الغبر رشينا تبارك وتعالى أو مرر بدل القرآن كوحة المامية مركا عقلية مسك أحد اللي يشقيسي وروح فكره دروس تلدون يفائدون كالرواء إلا ربح إلا قلبح أما آيات إلهي سودة في القرآن أما آيات كالمخلوق كونك إلا قلبح وحي أنفع إساء وكفى إذي سنة وعدتك عقل قوضه في يوي رب الله قرآن كنت ماما إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون سحوة علامة وأستان بلانك تعالى ودليل عد لكن يا وحق قاضنا يا وحق قاضنا يا لقوم يعقلون تدوح فهمي إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون تدفكر يا لأولي الألباب ذا عقل قد فيوي هاي وعقل قد يقرشد يقرات قد وسخوهم وهكذا ابن القيم عليه رحمة الله بأسونا وحولي هاي مركو كهالله في رضا روح محلو بهاي هاي إنو أفير صدو نوحو مسكح دي سكاكاشا قيسيو وحليا الله أرمو النظر في مفعولاته إلهي وحياله السمية أبو ري الله في صدو وآيات ككونك تلوانا وحليا هاي التفكر في آياته وتدبرها آياتك ألا سودة شيء وقرآن كأيقنا إن الله في صدو وركاسو الله ماذا بعد اللذو دي وكينيا ومن مثلا وكينيا آيات القرآن كإن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون سماواتك يا ملك سيد الله أبو ري أسمي سيهن همينك يا مالنت استضم ري دونها البدد دو الصعود يا مراكيب تواوين ee hambarsan inta soo bo inta soo kun oo tan oo bini aadamka waxyaalihii anfacay Ilaahay tabaarak wa ta'ala dhibicda uu samada ka keenay ee uu dhulka keenay ku nooleynay dalag iyo daaq ku soo saaray makhluuqat kan faraha badan ee dhulka korkiisa Ilaahay ku baahiyay mid xamaaranaya iyo mid lugaha laba lugood ku socda iyo mid afar ku socda iyo mid ordahay iyo mid duulahay iyo waxan Ilaahay dhulka ku baahiyay ku firdhiyay iyo dabaylahan isbedelahay kolba dhinac ka iimaanayo wa tasriifir riyah dabaylahan la rogrogahay marna xagga ka soo galay marna xagga ka soo galay wasahabil musakhkhar bayna as-samaa'i wal ardi daruratan dhulka iyo samada dhexdooda la saxiray guuraya وحي أعلن ينا آذان قرنين وحاصبا لآيات لقوم يعقلون على ماذا هو وين بكتر لكن إدي وحقر ليس واحد مركا إيلا لنودنا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب ذاتك قرشضة لك وقرشضة دي عقل ودو فيوية آياتها معناها تلمام يا آب بأبدين كو القرآن كآياتها القرآن كإن الله في الصدور لحكا هلين يغنوا بديه سيدا كو أنشيغي النوكالي أفلا يتدبرون القرآن أفلم يتدبروا القول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياتي كل ذلك محينا وقوية ريان ياه ورحبين كان إذن كتشرة كشقيست كشقيسية ووحي الله قلتها لقالي وقفها إليست إلهي تبارك وتعالى حبين كان معنوه قلت لك علي معنوه اللي قلت لك علي مركب وإن لو قفا إذا النبي قلنا صلوات ربي وسلام عليه عائشة أم المؤمنين باوحة لو يديه عن أعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي كولي أبضنا إذا رسولك كو أركت محوء هذا للعائشة مركب سأوحي تريد هبين هبين نبا كم ذا أيا رسولك صلى الله عليه وسلم وحي يقول يا عائشة ذريني أتعبد الليلة لربي عائشة إسكك إذا إذا أن ربك عابده وهبين هبين هذا كمل فقال سواحا لديه تري
والله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك. رسولك إلهي إلهي بان كدارتي وحان إنان كدوادون أكتادا كدوادان شعلا وحاعد كفر حيسانوان شعلا ويستاقي بيتير مركا مركا سنبي قد نحارا قاتل صلى الله عليه وسلم ويزيست كدبنا ويستاقي إسوغو تكالي صلوات ربي صلى الله عليه وسلم ويستاقي وحيتري فلم يزل يبكي حتى بل حجره. النبي صلى الله عليه وسلم مركو استاقي أوهيم بالله صلوات ربي وسلام عليه أوهيمتي أوهيي وحوقوهي نبتيس الملكة صدادت وعد ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل لحيته وأوهيي المذي هذا قركي سير نمبي قويسي بيتير وأوهيي بيتير هذا فلم يزل يبكي حتى بل الأرض إلى ملك أوقيو المديس أي ملك قيسي أي نبي قوي صلوات ربي وسلام عليه. بلال با مركا يميت صلاة الصبح با لقاري بلال با يميت سيو نبي قوي سيو وقتك إلا قاري مركو أركي بلال نبي قوي صلى الله عليه وسلم ونوكي ماشو تشوي من أي أهنتي المدو قيسي أي مركا وحكور يا رسول الله لما تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر. محال لأوي ساوذو ويس adigo ilaahay ku dhaafay dambigaaga kii hor iyo kii dambe ha walaayso qays soo luguma dambi dhaaf. Markaas wuxuu yiri nabigu sallallahu alayhi wasallam afala akunu abdan shakura hadii la ii dambi dhaaf miyaanan ahaanaynin adoon shukrin badan oo rabbigii nicmadiisa ka shukriye. Bimaana waa lagu dambi dhaafay khalas miya soo dambi dhaafidu wax weyn ma in la ii dambi dhaafada waxay ka dhalanaysaa inaan ooyo oo ilaahay nicmada weyn ee uu siiyay shukrigeeda ayaa ba keenaya ba inaan ooyo way macna afala akuna abdan shakura. Markaas nabi wuxuu rasuul sallallahu alayhi wasallam laqad nazalat alayya al-laylata ayah waylun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Aawa waxa la igu soo dajiyay buuray aayad aayadaasi halaag iyo habaar ha ku dhaco ruux akhriyay oo aan macnaheeda dhuuxin oo u fiirsanin aayadaasi maxay tahay inna fi khalqi as-samawati wal-ard واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. آيات صحل اللي يقصد الشبر من أخريي أو أنفكرين أو معنيه بطوحنا ويل له ابو نبي صلى الله عليه وسلم. حديث كاسي ابن حبان في صحيح قصص هاري وانا حديث وصغن ونبي كسغن صلوات ربي وسلام عليه. حط الماما يا مركا وحط الماما يا إلهي آيات كيس كونك يا مخلوقات كيسني وحيار ما وحسداء سجلس ما يصنع ما وحن كذي إنسان إسكال انتفاع سنون إسكال النول عن نول إسكال قب سننا معه لكن شأني كلي لي يعني حال كوضو واسكالي سيدي أهيد مركب الله تلقى لإنه نفهني وبهنت الله آيات كيس كونك إنا أفير ستود فهنت مستحى هذا كرك ركتو وآد كفا إلي ستاي وأرن آدي آد مهموة أهمية دوين بين كفا لدا محايد ربي تبارك وتعالى أدومدي سوحي أغوية لي إني إساق برتان برشد إلهي أن برانا إن الله وسيب وينكو برانا إنا لو الضريق با إلهي لغو برتان ضريق كذادي وحويا آيات كسود كي قرآن كا إساق كبريا ضريق اللوادي ربي لغو برتان تبارك وتعالى وحي وأفعاشي سي مفعولات كيس مخلوقات كان أسمي إي عجائبت أي نحتى لنا أيجنا وحي كبر يانا كوها نونا يان عليه أبو ري تبارك وتعالى اسمه لبدا طريق با ولبدا طريق إلهي تبارك وتعالى لغبرته في رضوضة يقول حدوضة أفاقضة يأنفسك وحيا لها مخلوقاتك كتير مركات في رسا إلهي وين كيسات كده حرك حكمة الربيبات كده حرك نحريس بات كده حرك وكده حرك أود يقدر أن لهين حد لهين بات كده حرك مركات عركته سمدان يسوي أولي سنتا يا هذا وقتي أو هيئ وزنكو مقنن
بلا عمد ترونها واحتيرا نوما موقضة يعني جرمي انت الليك معاها يا ملك السيدة القبوك لن ولغي يا بمدة انت الليك انت لحص عطو هذا مع ذلك هذا بعديس سيدو كليا بورها وبيدا محوقها نبي على وعجائي وح إلهي تبارك وتعالى قدرتي سي أودي سموتشنا يوم وحتكجر إن كرت الأهمية ده يا رين تاسلا ده هاي يوم مدمن تبا قرآن ككريم كا آياتها معناها كوي مدة إنه وجوه يري ورؤوف يسنا إلهي مخلوقات كيس يا وأستامي على مدها كتشر فهمة آياتها سوى حل الجرسية إلى سديد بقول آيات ضد الجرسية استيد بقول أيضا بل غاركود وحي قارسيا سيدة هي أدل إلى الهيئة العالمية للإعجاز العلمي قرآن كي يصنع إعجاز كودا عجبت بدن كتشري كهلا هي أدل سي وحي قارسيا آياتها قرآن كي كهلا كونك كهلا أما آياتك كون دا وحي إلى هذا آياتك كهلا وحي قارسيا كون سيال بقول يصدن إيا الشنبي قارسيا واترا أقوب نواه حديث النبي قال وحي جارسيان كل يتضاب قل يأفرتني أفر حديث بجارسيان. مركو حد جران كرتا إن يعني الله في الصدق إلهي مخلوقات كيسة آياتها كوسة أروري أنت ليه يا حديث كوسة أرورتي ترى ذي من تاي مركات في الصدق وحد جران كرتا إني أرنتو تاي مسألة دي مسألة سهلة إني صنعي سلام منام بدن لسيي آدم الله يروق باقي لون بهاي هاي إن وقت جدي جهد جدي دلال كذا لجليه طبعا لو حد كلام كرت إله هذا شيء نقول يارو دلال كإنت على إجل نقول بهي فإذا كتشر تام يشوي فإذا كتشر تي مراه كتشر قالع لكن وهذا الله بيحي كرتوا أيضا تاسي أي شرتوا سير القرآن كنا نقول يا بعد هذا لما أنت بين آدم كمان تشر أحواشي سمر كات آدم وفي صوت قال هذا بس كبر دافع قال سوى بس كغافل وهي حتى إن بدنا مسلمين تكمله وحين آدم قفقنا هاي إن إنه كفكرنا إلهي آيات كيسا وإنه منافعات كجانا خير الدنيا خير آخر إنه تشيري بل هذا فكرنا فكر كانوا أنت بنوحي وبني هاي وحن منافع الله حيال الشهوات الدنيا أما الشبهات وحن قيمة لهين بعد ما أنت من وحاكو مشغول سنتها وقت قاقة عقل قاقة وحي إلهي كسي ومن وحاكو مشغولين إيسا وحن فائدة بدل هاي وحي مهمك هاي الله بحنا إنا ندلالك قلنا ومسكح لي أنك قلنا هذين يماني بقان ركرو بلنا وحد مدى ضدك بدل كود وكما قمت هاي إلهي تبارك وتعالى ضد يرؤوا فتشيي وفكر كود يهم كود أتشيري في معرفة ربهم تبارك وتعالى ذكر جيسي وشكر جيسي وعبادة ديس إنا يصد ياريان لكلنك الله تبارك وتعالى إن يرددنا عاصا مويان سياس ترادي بوحا لنا هاي الله تبارك وتعالى آيات كيسون لغا فكره أما لغو فكره ومهم وحيوه متحي عبادات كإلهي لغو نواده كو إلهي وغتش عليه وغفض البدن أيو كمي لهاي تفكرك سياس ترادي بوحا لنا هاي العلامة ابن القيم عليه رحمة الله والتفكر من العبادات القلبية الجليلة وهو من أفضل أعمال القلب وأنفعها له بل إن إلهي مخلوقات كي سكفكرته عبادات كقلب السمية كو أقوى وين بكمت أعماش قلبك إلهي اللي قلنا هو هذا كو أقوى بضلنا وكمت وأنا كو أقوى منافعاتك بضلنا أم الدرداء ما وحل ويديه عن أفضل عبادة أبي الدرداء صحابي النبي صحابي سكمل أبي الدرداء لديه تشري عباداتك وحياله السمين تشري محا أغف عنابا لويدي وحاسكس مركز أوحي تري التفكر والاعتبار إلهي آياتك سكوة السود دقي يكوة العركة يلا وضب أبو كفكري تشري كدبنا اعتبار اعتبارته وحلي بذا وحي كالصوب بحي في رضا إيا فكرك إن المركز نوش هذه نوش هذه لا بحقيقة بدش وأتكوى أنا قادت أيالي إلى هذا مركا عمل أسنين ترى وحا أغطي وبنى التفكر والاعتبار وأنا تاقر عنك وقيا ريو وحكم إذا سيدوك أبو الدرداء أي وحا لقوري محمد داكوك يعني في كتاب الزهد وحي ليه هاي تفكر ساعة
خير من قيام ليلة وقت قابل انت تقولي أبحظ إن تقولي أبحظ المسكحة هذا كشق يسود مخلوقات كان إلهي أبو ري أطحق الشو وأطوحظه ودرك ركته ودروس في آيات كنت سيان لبعضه وقت قابل إن تسيدها سميسه بواحي كفضي بضان تاقوري هبين قال إن تاقناته الصلاة تاقناته حقيقة فضلوا كإيمانية لأن التفكر كاسي اسبدلك كإيمانية يميلها أوطالة يوبا بقول قور كبضان صلاة تكتوها بين إيشو تاكت طبعا صلاة واجب قال لك الله الله لكن صلاة الصلاة المددر عبادات ونوافين وإيشو تاكتو حيالها بقول قور كقيمة بلوحة كمدة إناد يعني كشقيسي صح مسكح هذا كشقيسي وحيالها كتوسي أهمية دا تفكر كوحة كمدة سيدة إليه العلماء إليه ابن القيم عليه رحمة الله إليه هي أصل الطاعات ومبدأها إلهي طاع عديس إلا أطيعه وأضانك كأمرقات وشرعي سراعه أصل أساس وحاؤه تفكرك ما شيء كب اللابطه وتفكرك لأن مركز فكرته بوحاك وصوب حيسة إلهي أطيع وحاد هليسة ولماذا إلهي أمرك سيشد رسولك سراعه صدام طالما ها إن أتقرب مرتنا وخسارة هذا دبعت كذا جمالس نتيجة مركز قالوا أنتات فكرته أتكون قناعة مركز كذي با فعلا أيه حبناها وراعية ووحي وراجها نات راعي وحي حبانات كذا ليس لكن وقارنا بعد التفكر نتيجة التفكر أيه تذكر كوي ماذا سياس براد القرآن كتير ما ويو ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بعد التدبر والتفكر أيها تذكر كيمات التذكر كوحويان إن تكون قادته شيء على عملهان مقنهان وقادت لكن قبل إيمان يا بعد التفكر مركز فكرته قناعك وصو بعد قناع على كده ما مركز ضاعه كمل تابوله معنا علماء قاركود وحي تلمام يا نو كتوصي أهمية التفكر كوحا كمدة حياة المرء وسعادته تبع لأفكار بينها روحة ليبانتس ينوشي سبا وحي رعصنته مروا البدوى الصعطة أفكارتس مركو فكره وحياله وققنعه عقيدة هان أقاته أيا وحا راعي ليبانتس إيا خساره مركو فكره حدو مبادئ خلدان قاتنا وقلبي جيسي عقلي جيسو وح خلدان اسكو قنعينا طبعا وخساره الدنيا آخره وقول در رسالي مركو فكره هديف عقلي جيسي مسكح ديسي قلبي جيسو وحس حسن أي قاتانا مركاسي الدنيا آخره والليبانية الليبان تاد الدنيا الليبان تاد آخره مركا وحي كتشرتا تفكر في آيات الله تبارك وتعالى بكتشرتا وحولي الشيخ بن سعد عبد الرحمن الناصر السعد وحولي هاي واعلم أن حياتك تبع لأفكارك نوشاد وحي الرعسنت هاي أفكارتا فإن كانت أفكارا فيما يعود عليك نفعه في الدنيا أو في دين أو دنيا فحياتك طيبة سعيدة وإلا فالأمر بالعكس أفكار تابو هديتها واحد دنيا آخرك وأنفعي والليبان هديتها واحد دنيا هذا كله بيان عكسي ويانا مركا واتكو خسارة يساوى سيناس درادين أيا الله تبارك وتعالى أدومدي سأيو أماني ومؤمنين توحوكو أماني إن أي أفير صدان آياتك ألي الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض مؤمنين تلاقي وحكوا أمانا ويفكران يا محي كفكران أبورك السماوات كي يبنالك أي كفكران بلك أبورك يسي السماوات كأبورك مركي أفير صدان وفكران محاولة صباحية نتيجة وصباح يصبحوي ربنا ما خلقت هذا باطلا ربيو ولا وحن صين إسوس صارا إن أذن بلاش وأبور يا ما كنتها أذية سمعنا صين أول السنة يقول كان قبل إن هي مخلوقات كان يهوشن إسكت بريدان عجبت بدن المد والبقولية عجبت أولاد ما كنتها عيار ليس أبور وصاح يسجد السنة إنه صاح يسجد ما عنده يقولوك لدريري وفدور ما يعني ربنا ما خلقت هذا باطلا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا يا عيال اللي يدين أبو رب نوليس يا وحيارنا يا موشة مجرد
وحن إستساراً إيا إسمياشاً عجبت داني مخلوقات كاني وحا الله أبوري لحكمة بالغة حكمة ما الله أبوري واختي بيليهن مدى اللي بحجوغيا وإنه قوريا مالن دنباي ليضاهي مالن كاد دنبا حسابتي الله قلت لك لكن واحد بلا شو صاعي ساقط مانا يا ما ربنا ما خلقت هذا باطلا بلاش الله ما أبور نتيجة لسي الله صباحية لكن نتيجة قرم الله صباحية مركب في رسالان كتب قول الله المثل الأعلى هذه مكان سورة ده مثلا انت لسماء اسكو حقاكس قريق روح بضن بيرا سندوين حول انت اسكو حقاكس مركب اسكو حقاكس كتب هنا تسكت نقاط يا وضن انتفاع سنين وأنا وحبك فائدي سنين وأنا طن كلاهين وأنا حكمة كلاهين وأبلي استوى وأنا سير بقى معلم قولي مرجع سوكا ما ذكري سنين أبيجي ما ندقين ما نكفى إلي سنين ما نصدق أي سنين مركز سكون هذا تسمى سكتك إن هذا مركز ساقو في ريا وحيلي مركز حواسك شك ما حواسك حي اللي ما له بحبه كان يسوي سير بقى وابن آدم هو الله تبارك وتعالى كون كان مركز إسكو حاجات يو سير السجود بالرداء قل السي إنه صلبان يوتشدك لهين معقول ما مركز ربنا ما خلقت هذا باطلا والنتيجة أصوى بحيسة مركز أفير صلانه في كيران كدي مركز إله هو أماني مؤمنين تساسوك أماني حد قرر إذا مركز فكرك إنه أهمية وين ليه حي إلهي آيات كيسة كون قال لك فكر وحكم إذا مثلا وحي لها قطوصية تفكرك آياتك إلهي إن لغا فكره إنه آد مهم وتحي وحيا لها قدوسة يوحا كمدا النبي قال صلوات ربي وسلام عليه حديث عبد الله بن عباس والنبي كورني عبد الله يوحي ليه هاي النبي صلى الله عليه وسلم بان مال هبين هبين هذا كمدا لبري هاي هبين بان قرقي سلتشو كي يقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا النبي هبر يرتي مقبي يعني عبد الله بن عباس هبر يرتي ميمونة أي النبي حاسكي ساهي والمركة قال كنت سوين وي رب اليارو وها قرقوا لسي حنجر هبين با مركة نبيك قرق اللبر يبور صلى الله عليه وسلم مركة سأل نبيك فقام النبي من آخر الليل أبينك قلن في سيدنا مركة لك قال أيو النبيك استاغي صلى الله عليه وآله وسلم فخرج فنظر إلى السماء انتو قرقي سي قصو بحي قول كيسي وبالنائك سو استاغي نبيك السماء فيري صلى الله عليه وسلم مركة سوحو أخي آيادا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار انت سو أخري سو الصمد في رني وحويلي ثم رجع إلى البيت كذب نقولك يبدو النقض قل كيس يبدو قل فتسوك وتوضأ ثم قام فصلى وصعد إلي وويسيستي كذب نوا استوى صلاة بيسوتاج ثم ضجع كذب نوا سيحدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنتو تكذب صلاة أبو سيحدي ثم قام فخرج مر لواد وهذا لهذين كيسوكعي وركسو قل كيسي كصبحي فنظر إلى السماء فتلى هذه الآية والله أبو صباح والله قد سوت عليه الصمد الفيري أيها دل آياتي أخي إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار مركزو هذا الله واسح وعظ يدي وويسيستي كذبنا الصلاة وقال النبي صلى الله عليه وسلم كفيس كل قلك قال هيا وصباح هيا صمد الفيرين هيا آياته أخرين هيا صلوات ربي وسلم عليه ها سمعت هذين كاس بمعنى رسولك صلى الله عليه وسلم آياته وآخرنا هي الصلاة وفيرنا هي صلاة وتكنا هي كل ذلك ودروس وكلب حي صلوات ربي وسلم عليه ومرك آياتك ربي الله في صلاة وتجدون لها وحيا لها أضوك وكلب حي وحا كامل إلهي عبسيس أكو كرديس إلهي عبسيس يا عظمديس يا دري وين بقلي يا أضوك مركو آياتك ربي تبارك وتعالى وفير صلاة حديث كاسي صحيح مسلم بقصه هي أو مسلم بصوصه نبي قال صلوات ربي وسلام عليه السبب فعل أهان وسميه ونجا أرك إن هذين أنتو قلك كصبح الصمد في آيات كأخرية أو في الصبر آيات ككونجا
أمر أهان النبي جواب بحية وحول آية إلهي مخلوقات كيس أوفير صدق وحديث دبراني سو صار في الأوسط بيهقنا وقصو صار في الشعب من حديث ابن عمر سخاوي شيخ الباني لا يحوشين يا أي النبي جواب صلى الله عليه وسلم تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله إلهي مخلوقات كيس كفكرة لكن الله كفكرنا حال جودة هذا الله لفهمتي ستراها ومسكح لهم كره كره دعية وراء رمبات كقادي وما الله ما تقاري كرتاني هذا تنا إلهي يعني وعويا يعني يعني ذاتي سئية صفات كيسة حقيقة وضعية بان مسكحها وكوكينا هي وراء رمبات كقادي حكما كي لأن إلهي تبارك وتعالى أقمتنا في العقل بين آدم كي قرأت كيسة ضعيف كا ما رؤوسا قاري كريم باكترا وراء حيري انحراف مبات كقادي لكن وحنبي صلى الله عليه وسلم واحد كفي كرتان إلهي خلقي كيس روحوها انت دولك أبو صعود روحوها أفيرس يا عجائب عجائب بل صمدا كاكو ليس أفيرس بل عديق الله فعانت أبو أفيرس مركز بني آدم ككريا وفي أنفسكم أفلا تبصرون نفتينا آيات با كتشري على مضاعة عد ميجيدا أركين ولساعدو تعالى فيه ساعدو ركبانتا ايه دسو سارانتا ايه حبي والبناشي اغو مناسب سريد با الله ساري بل عقلي يقول لكو قليا فيه بل سيدا لغا حاجة هوس نومري مضا حاجة يقار كورونا كورنومي ايه بيه ماشي الله ساري وفيرس بل وفيرس حبنا حاجة تشيرك حاجة لن unug yar oo aad u yar oo isu qabannin baa maamulaya unugyadaasi dhamaan say isugu xidhan yihiin bal dowrada dhig soo wareegaya feeri bal xubnaha ay isu wada haystaan feeri waa wax adiga dhanba aan ka dhamaan karin yani adiga dhanba wax weeye waxaad galaysaa runtii marka aad si fiican ugu fiirsato yani waxaad kala baxaysaa waxaan caadi ahay sidaas daraadeed baa waxa nabi nabigeenu leeyahay salaatu rabbi sallam aan ina leeyahay war makhluuqaadka alla u fiirsada الله سيها كفر كريم تبارك وتعالى وحين وحنك كين ميزان إله تبارك وتعالى يعني وحو إذا تدي سي أسماء دي سي صفات كورا حقيقة دو إيا كله قولة وعقل قاري كرما ضدك إنت وضبانان الربي وحوكوت المامي إن إذا آياتك ووين أيبا موجهين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون آياتك ودعجوكنا وانا الله الله وانا أركينا وأكسي تشيدنا كما بفائدة سنة النب وأوتيك دولنا إن شاء الله تعالى أسبابتك أنت إنا كفائدة سنة ضدك إله آياتك سموك وكسي تشيدون وحي كسوغيه بانوك لنك واسكدو سعنا قار واسكدقنا قار مسكولان كدقنا قار انت إنا يد وطان كو آسنا يا قار بيران كدقنا بس كاستعمالا لكن هوا يراتي معنى وكفر ليو كلوين إنوما 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 بعد عسنا يا سمدن دسن وارغنا قرخدن وريغيسي ضيع سو بخي هدل يرانها هي هدل وينان هي هدل اسبدلي لكن ما هي معنى كفديان يا طبيلهن بورهن ما هي معنى كفديان ادينا رب خبدين الله تبارك وتعالى قرانك الكريم كا وحا او تلمامي ددك ان ايات كدوخين او كفايدسنين اسكموغبا ان كا ورهينن ددكاس اينين ددكي ولارته او تلاغل إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون يا كو الله كلا كنجا أن رتك قبل ما بكبق يعني أنا إلى كل ميا يا نلش الأدوية للرحال كل نقضي يا حلاج الضلال كذا يا النذير يا حبيد ذي يا قروش ذي أنت لو بكوك نعيبا واطمأنوا بها أدونك بالدلال كيسي كحسلين وحكا وقم بموجر وسيس لي والذين عن آياتنا غافلون آياتها لقنا وابموجهين بكوي اللي سودكي إيا كوي اللي أركي إنت وابموجهين كما بورحيا كوى نوع سوكلا أولئك مأواهم النار كواسي هوي قوذوا النار بما كانوا يكسبون وحي كسبدين سببتي بي هوي قوذوا النار كنو وأددك النار لو تلقى لمرك روح إله آيات كي سكون سودة شيئا عن كور هينين كونوا أركينا أسكال حسعوه هضيراتي لحظوا كان علي أبار بموك بيسوانا بيلا لحظوا كان علي أبار بموك حوكا مور هيو
saas daradeed baa Allah tabaaraka wa ta'aala oo aayadaha in badan oo kamid ku dhaartay aayadka kawniga quraanka kariimka markaad aragtaan qoraxdu ku dhaaran oo dayxu ku dhaaran oo samadu ku dhaaran oo dhulku ku dhaaran shay ilaahay ku dhaaranay hadaad aragtaan mudnaantii suuray walayna jaleecinaya waxa la fiirsada waa tusma layna tusayo war meeshan kuruus baa ku jirta oo sir baa ku jirta oo kayd baa ku jira war la baxa laakiin in la baxa la baxa ila la baxdaana waxay ku xirantahay inaad ka shaqaysiiso maskaxdaada ka shaqaysiiso oo aad cusboonaysiiso yaa ood shaqo geliso ood xubinka kicinood kiciso oo mishiinka iyo injinka aad kiciso bay u baahan tahay yaa su-aal ba waxay isweydiin leedahay marka in badan saaladoo tilmaamayna gaalada iska badaayay gaaladu iyaga dhinac kale uga faa'iidaystaan aayaadka rabbi iyo makhluuqaadka uu fiirsigooda iyo dhuuxidooda iyo kabaaraandegidooda ayagu inay ilaahay ku rumeeyaan oy aakharo uga faa'iidaystaan uma fiiriyaan laakiin dhinac kale u fiiriyaan dawaahirtan kawniga waxay iyaga u fiiriyaan inay adduunka uga faa'iidaystaan sidaas daraaddeed tiknolojiyadan iyo horumarkan adduunka ay ka gaadheen waxay ku timid fiiro xeel dheer oo ay ku sameeyeen ilaahay tabaaraka watacaala makhluuqaadkiisa ilan kownkan ilaahay asraar waaweyn buu dhex dhigay asraarta iyo sirta qarsoon ee kownka la dhex dhigay makhluuqaadkiisa ka mid a baa ilaahay tabaaraka watacaala ciddii dadaasha buu u furayaa wax ka mid a way dadaaleen way ka shaqaysiiyeen markaasaa ilaahay wuxuu u furay waxyaalo fara badan oo ku saabsan horumar caafimaad tabcan muslimiinta marka hore wax badan muxuu ahaa hagaajiyey waa dadaaleen markaasaa ilaahay wuxuu u furay wax fara badan oo xidhiirka ku saabsan wax badan oo militariga ciidan ku saabsan hubka ku saabsan yaa ku saabsan nolosha bini aadamka iyo horumarkeeda ku saabsan ayagu marka waa u fiirsadeen waxyaalo fara badan wayna dhuuxayaan laakiin dhankay uga faa'iidaysanayaan dhinaca adduunyay uga faa'iidaysanayaan annagana maxaana la faray labada dhinacba u fiirsada wixii manaafacaad oo adduunka idinka anfacayana la baxa laakiin dhinac ka muhiimsan baa jire ilaahay qiridiis iyo jiritaankiis iyo cubuudiyadiisa iyo cibaadadiisa iyo raacidda amarkiisa dhanka uga faa'iidaysta waa dhanka ay gaaladu mood laakiin nasiixumada dhacday waa waxay tahay in badan ama gaal ha noqda ama muslim ha noqde waybu noog mahay si sariican raabanka inaan dul maro waqtigu waa dhamaaday bay yaala ii soo qoray marka qaybta ugu muhiimsaynida way laabantahay lakin insha allahu tacala waa dadajinaya waxyaale waxaa jira marka diidan inaynu ilaahay makhluuqaadkiisa ka fikirno waxbaa inaga hor taagan waxaa la yidhahdaa mawaanic atafakkur fii aayaati illahi alkawniya waxyaale waxaa jira dardi ah oo inugu aadan oo diidaya inaynu macaanidaa la baxan waxaa ka mid a mathalan alghafla can alaayaat wa tajmiid jihaazi tafakkur xubinkii aan hadda tilmaanay shaqadaaba qaban lahaa baa in badanoo inaga inaga mida uga fadhiistayba yaa injinka iyo mashiinku hadduu shaqo gabo miyuu shaqadii qaban karaa ma qaban karo inuu shaqo gabo maxaa keenay maadan ku shaqaysanin soo ma haddaadan gacantaadan ilaahay ku siiyey aadan ku shaqaysanin oo ay waqti dheer saa isaga taallo maxaa ka dhalanaya yaa gacantu waa shaqo gabaysaa hadhow ma laabmayso waxna kuu qaban mayso liish lianna shaqadiibay halmaantayba way fadhiisatay soo ma wa kadalika xubnahoo dhan baa la mida xubinkan marka la yidhaahdo qalbiga waxaan u jeedaa caqliga ee tafakurka sameeya shaqada haddaadan ku qabanin waa fadhiisanaya waa injin fadhiistay saas daraaddeed xubinkii waa kugu jiraa laakiin shaqadii kuma qabanayo aafo weynoo ina haysato waay qodobka labaadi waxa weeyaan ee ku tusaya
مصوصتي أدلة وسياق قطبيا قولك أنت الله بعد إنه هو ارتاعه وحكم إذا وحلي هذا الإلفة والاعتياد حوا آيات كي أيضا عادي سلي ذا واسكلقب سلي مر هذا شيء اللقب ستنا وحلي هذا كثرة المساس تذهب الإحساس شيء هذه تعب شديد سكوب بضتي الله نولا شيء إذا برينك كاتر صوا برين كي فايدين الكلام ده إحنا والله ما يعلن وكوب بضتي وحقيقة رأي إذا ما أنت صمد على ركتين يبلكن يبورها يقرحها يضيح المخلوقات كوين عشبت بدن وحوين هذا ولا ما لكن كور ربع ما أنت هدي أدونك بنكاس كونفورتا وح قرحة دي أكلا وكصبها يا وح قرحة دي أكلا باكونفور كصبها أدونك محوصة ولا سالس ولا بحيا عين يا ورقم راح لنا قال نوات ضيح هنا واك مين اللي قرر إنه يبغى حاجة كونفور تكيمت ورقم راح وإنه أركي كنا معي كي يجلس نستي أنا أركي كنا تان أركي كنا واللقب صلى لكن تل من أنا أركي كنا عيادة مركة هذا الأركي كنا وحيلة هاي برين كريلة لكن شيء قاعدوا كوبطة أو أكتر هذا كبطة إيش هذا كوبطة وحلو مية برين كي الفائدة تكلم بحلو والله مية ما وانا عدا إنه هرت عجني إنه فائدة صلى كميدو يقلب كاسة وعكمل مثلا قسوة القلب قلبي قالوا إنه إنجبه لأن قلبه ولما بدأ الوحي إذا هذا سيد محققين تمرأة حبن كقلبك اللي إذا ذي عقلي واسكو حبن قارك كالقاضي الوحي إذا حرير باك الحي هذه قلبك إنجبه مرك وقلبك كقلفه وحما فهمه الله تبارك وتعالى في سورة البقرة ربني إسرائيل آيات دي مرك اللي تصي الله أدي نافكي قورع اللي يريه روح السبب تسلق سنوليه مركا كدب يحقوق على وين وحرب يري ثم قست قلوبكم من بعد ذلك مركا دي قلبي كو انجينا شقدي سي قبر مايو وحنا فهم مايو في ردي الله بهنانا ما وصلين كرم وحكم إذا مثلا الرمهاسي إن دلعان إن قلبي هو كدع وقلبي هو إن دبيرا سيدا مضح إن دها كويا اللي أيض وحقوك لأركته أي قلبي لو يحوليها إن دهو وحكو أركو ووحكو فهمه قلبي لا يهضو إلا بلا إيادنا آياتك كما أنفعيا ومد إله قرآن كله فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور إن ربالك كان إش إن ده أبشو إن ده مدح كي الله أبشو إن ربال ما لكن إن ربالك رسمك وإن قلبك أبو إن ربالو حقك لساري ويدا حقي بعض المقل التغاني شركية توحيد كالقرن ويس وحن يعني أستامها إيا علامتها حبا كما فايدة سنس لأن قلبك أبو إن ربال إن ربال وحكم إذا أضعوك إلهي إنه أقدر بأنه سوح برمين وحكم إذا وحي لها كو ديري كرنا السبب تشيستوى آيات كي وايا لان يدروس تيات كفا يسنى لكن دنبا كمالي هد ومعنها معرضون وامد سيات تشيستوى وحكم إذا وحي لها إنه ديدا يا مثلا إنه وهر تاغن الاستكبار إسلوينا بأنه كبوتش ربا كبر يقب بابا كابو حبا هدو كبر يقب كبوتش رو إلهي كموا فتشنا يو قلبك يا عقلك وإنه آيات كربي كفى إلي استنقوا السين ماي آيات القرآن كإله كتب ماي سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها كبر بهدوك وقجر إله كسين ماي تبارك وتعالى وحيالا بضل الموانع دا سامر كتشرة وحن كذب حياء ونقوق بقبينة إن شاء الله تعالى محان كفى إلي سنين آيات كربية كونك أفيرش قوضا محان كفى إلي سنين كون وحن كفى إذا سنينا ومركات كون كأوفير سطو آت كرب حيسا إلهي تشري تانكيس كون كان إنو ليه عيد أبورتي وأطلسة وما مشا إلا إلهي ذا يبات كرب حيسا وبلان كي تعالى فإذا بلان كي تعالى سيو غابريسا مثلا الله تبارك وتعالى وحور قالت رسولهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض ورما إلهي وشكي كتيرا السماوات كي يبلالك عبوري يا صدتك قارمة تيران إن كرسان إلهي تريتان كيس أما الشكي بكي قتيرو سهل بعد سويدين كرتا ممكن تريتان كيس ما كشكي سنتا مايا سمانا نكون مغطيك ما كشكي سنتا مايا طيب هذا الله وضن كشكي سنين إنت اللمت كي مخلوقاتك سيد إلهي تريتان كيس أما الشكي كرتا ومسلا مركا لو بريشنو
قالنا لو إلزامي لأن واحد إيش تعالى لأن الأثر يتدل على العين والبعرة تدل على البعير هذا أردت الصالة ملت على الصالة يا سالك قيل أو ملت على هذا أردت محاك حد كيف أميز أما كرب حيزة ماشي النيف قيل أم رئيس وما صالة معي كتستي نيف قيل راد هذا أردت أنا راد كون كتستي يا إلو تشير عيد ماشي المرتي سماوات كان هي كون كان هي مخلوق كان اسكر ركباني عدي سماي سيسيوسون كوتوسين وامد الرب تبارك وتعالى القران كنت الماميو ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون ورميا اسكا الله اسكا ورمي اسكا ورمي وحني يا مس ايغا ابوري مي سيغا اس ابوري سعيد ابورتي نجر الى صدع ميدوا و اسكا ورمي اسكا يمد معقول ما و اسكا يمد اسكا ورمي ما جيركا اسكا شيغو اس سميهو اسوون جيرين بو واحد جيري اسكا دغاي ayada la surta gal ma aqaligu ma aqbali karo cid ba abuurtay waa saddexays yey tahay waa allah waa sawaba wa mid dawniki nabi jiray saxaabiga la dhigi jiray ee jubayr ibn mut'im ajubayr ibn mut'im soo gala ayaa nabigu salaada magribka tukanayo dadka tujinay oo aayadka akhirin hayu soo aqmaray am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal arda bal la yuqinun أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون سؤالها أنا استوعبت مركز دقيست وحوي مرسال دقيست وأنا قال مركز مسلم ما دقيست قال دقيست أنا قلب دقيقي إنه دولان كسكتي وأنا أحياني صوفت وها إنه الرمي لأن معقول ما كون كان سيدا أقول لسني عد نستي بأجرت وإذا عد نستي كريا ما هي عد أوض لي أوض عن حد لهيل أقول نستي بأجرت عد ما مشاهدتون نبان كيس اسكوها قاتشي سي يي تاهي مرك يا الله صلى الله سيدا سراد الدرسي وقوه الرئي اللبا حيث وحوه وآياتك كونها في روض ونطسي الله تشير تبارك وتعالى وكونك الأمورتي وبالتالي الله كلقي كونك الأمورتي أي عبادتنا اسكالا اسكا إذن كنا إلا تعمر قابتان كلقي با إذن كنا إلا شرعي سرع دان كلجي بقى إذا كل إلى العابودة قلوب كاسا كبراني أريها سيمرك وافر بليه فإذا كلب حينه وحكمه مثلا إيمانك أجي قل إيمانك قلبي على كتشرة سيادة ويقيم بقو كرنيس وحكمه آيات كمرك غفير سته وحي كتشي ليس إن أتكو عمل فشود السد يا رسا الله حس إن الآخر الله كلنت وحكمه مثلا وحيالها أتكفى إذا يسنا يسو آيات كربي وحي كبر يان إله النعم كيسان لتركوبك وحكمنا مثلا وتكفى إذا يسان إذا مركض آيات كربي أفر ستتبارك وتعالى قرآن كتلمام يا كونك أدن إله عابده أدون كونك إله عابده يأت كمت أدوه الششته آيات يدنك رب حيث مركض فربديهن كلنا أدل إليهن فافاهن وليه لكن وقت يعبا ماضي مناصبتك لي إن ينصروا ذم ويانا لكن درسه أنت سأل إن شاء الله تعالى كل كينا نوحنا ملايح وجودا بيسيريا باقى لينوجب باقى يقرأك يسونا دينوجب باقى يا ورؤفي السد النورشن هي كون كدحيلا دروس تكشرتي فإذا كان لبحة الدنيا في آخر ذي النبوة إذن أنفعي إن شاء الله تعالى هذا بالله توفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.